رتب العناصر الاتيه ترتيبا تنازليا، تنازليا حسب الحجم الذري، التنازلي دي يعني من الكبير للصغير، ويجي يديني عناصر بالشكل ده كده يا مستر. طب انا اول حاجه هعملها ايه عشان ارتب العناصر ديت؟ ركز معايا كده واحده واحده. اول حاجه هنعملها ان احنا هنوزع العناصر دي، هنيجي نوزعهم كده بالراحه. الالومنيوم عندك هو الالومنيوم AL، هنوزعه يبقى 2 13 بتوع 2 8 3 KLM. طيب عندك بعد كده الصوديوم NA، هتوزع يبقى 2 8 1 دي ال 11. عندك بعد كده الF، يتوزع يبقى 2 2 7 2 7 9. بعد كده الMG هتتوزع هيبقى 2 8 2. عندك بعد كده الكي هيتوزع هيبقى 2 8 8 2، لان انت عندك دي 19، لا 19 يبقى 2 8 8 1 ماشي. طيب عندك بعد كده بي هيتوزع هيبقى 2 8 5، اس تتوزع تبقى 2 8 6، واخيرا سي ال هيتوزع يبقى 2 8 7. جميل، انا كده وزعته كله. هو بيقول لي ايه؟ رتبهم لي تنازلي يعني من الكبير للصغير حسب الحجم. ابص كده، كده انت واقع فين؟ في الدوره الثالثه، وده الدوره الثالثه، يبقى ده دوره ثلاثه، ده دوره ثلاثه، اللي شكل بعض كده علم عليهم. دوره ثلاثه، ده كده دوره ثلاثه، ده كده دوره ثلاثه، ده كده دوره ثلاثه، ده كده دوره ثلاثه. يبقى انا عندي العناصر اللي تحتها صح دي الدوره الثالثه، وفي عندي عنصر في الدوره الثانيه ماشي، وعنصر تاني في الدوره الرابعه. يبقى بالراحه كده، انا وانا نازل من فوق لتحت الحجم الذري بيزيد معايا لزياده عدد مستوى الطاقه، يبقى اذا هيبقى اكبرهم اللي في الدوره الرابعه، ده هيبقى رقم واحد. يبقى انا لو هاجي ارتبها يبقى هنا عندي كي هو اللي هيتحط في الاول، لو انا هاخد بقى ترتيب صح يبقى الكي الاول، ده اكبر واحد فيهم، كي اكبر انه في الدوره الرابعه، يبقى اذا حجمه هيبقى اكبر. طيب واصغرهم بالنسبه لي هيبقى اللي هو في الدوره الثانيه، لان الباقي كله في التالت، يبقى اصغر واحد فيهم هيبقى الدوره الثانيه، ده الحجم الصغير، يبقى ده هخليه في الاخر خالص، ده الاف فلور. تمام كده. طيب نيجي بقى نشوف اللي هم في التالت. انا عندي الحجم الذري في الدوره بيتناسب عكسي مع العدد الذري. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي عدده الذري كبير طالما هم كلهم في دوره واحده، هنا الدوره الثالثه، الدوره الثالثه، الدوره الثالثه، الدوره الثالثه، 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 طالما في نفس الدوره يبقى العدد الذري كل ما زاد كل ما قل الحجم الذري، العلاقه بينهم عكسيه. انا عايز الكبير، يبقى هنا اصغرهم بقى، يبقى الصغير فيهم هيبقى هو الحجم الكبير، اصغرهم عدد ذري هيبقى اكبرهم حجما. عشان ارتب بقى، مين اصغر رقم في دول؟ اصغر رقم هنا هيبقى عندك ال 11، يبقى اذا ال 11 هي اللي اتحط تاني واحد، يبقى دي اكبرهم حجم. بعد كده ال 11، مين الكبير اللي بعدها؟ مين الصغير اللي بعدها؟ هيبقى هو الكبير، لان عندي الحجم بيتناسب عكسي مع العدد، كل ما العدد قل كل ما الحجم زاد، وانا عايز الحجم الكبير لان ترتيب تنازلي. يبقى ال 11 بعدها 12 اللي هو ام جي، يبقى انا عندي ام جي بعد ال 12 في 13 يبقى ال AL، بعد ال 13 في عندي 15 يبقى ال B، بعد كده في 16 يبقى ال S، بعد كده في 17 يبقى CL، بعد كده أصغر حاجة خالص اللي هو ال F اللي هو الفلور، مش كده؟ يبقى الترتيب هيبقى K NA MG AL B S CL F. تمام كده؟ طيب أكمل مع بعض. طيب بعد كده يجي يقول لي الشكل المقابل يوضح التوزيع الالكتروني لايون عنصر. خلي بالك قال لك هنا كلمه ايون مش ذره، وهنا مدينا ايون اهو بدليل انه عليه اشاره موجبه، يبقى ده ايون فلز موجب فقد شحنه واحده، لانه حمل شحنه واحده يبقى فقد الكترون واحد، فقد الكترون واحد عشان كده حمل شحنه واحده موجبه. بيقول لي حدد رقم الدوره التي ينتمي لها هذا العنصر. خلي بالك هو عايز رقم الدوره بس بتاعت العنصر مش بتاعت الايون، يعني اوعى تجيب لي رقم الدوره هنا في الايون تعد لي المسلم تقول لي دوره 2، لا غلط، هو ده الايون، انا عايز ارجع الايون ده لاصله تاني اللي هو الذره عشان اقدر اجيب رقم الدوره. فبص كده نرجعه ازاي، بص معايا كده. فاحنا الايون ده قبل ما كان يتحول لايون كان اصله ذرته كده صح، النواه اهي، كان المستوى كي ب 2 كي اهو وال ب 8. بص بقى هو هنا
كان فقد الكترون، عشان كده اللي عرفني ان هو حامل شحنه واحده موجبه، يبقى هنا كان في المستوى الاخير ام كان فيه الكترون واحد فهو فقده، فعشان كده اتحول لايون موجب. يبقى دي اصل ذرته كانت كده 2 8 1. هو عايز رقم الدوره بتاعه العنصر، يعني بتاعه الذره 1 2 3. رقم الدوره بنعرفه من عدد المدارات، نعد المدارات 1 2 3، يبقى اخرج كده بره واقول له دوره 3. يبقى اذا رقم الدوره بتاعتك يا عم هتبقى 3. الدوره الثالثه عندي رقم 2، الفئه التي ينتمي لها هذا العنصر. الفئه بعرفها ازاي؟ ابص على اخر مدار، انت في كام واحد؟ لو لقيت واحد او اتنين يبقى على طول هقول له الفائس، هقول له الفائس. لقيت غير كده هتقول له الفئه بي. طيب عندي بعد كده رقم 3، نوع العنصر. العنصر ده نوعه بما ان لقيت في الاخر واحد يبقى نوعه فلز، يبقى تالت طلب عندي نوعه فلز، لان لو لقيت واحد او اتنين او تلاته في الاخر يبقى نوعك فلز. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي ما اقرب غاز خامل لهذا العنصر. طب اقرب غاز خامل هو بعد ما فقد الواحد ده الفلزات بتفقد عشان تتحول لاقرب غاز خامل يسبقها في الجدول، فهنا 2 8 ده شكل ايون بعد ما فقد، 2 8 10. ايه اقرب غاز خامل له؟ هيبقى النيون. انت عندك النيون ان اي 10، لو جيت توزعها هيبقى 2 8 كي ال. يبقى اقرب غاز خامل له اللي هو شكل ايون 2 8، وهنا برضه غاز النيون 2 8 اهو. يبقى نقول له اقرب غاز خامل له غاز النيون. ما نوع اكسيد هذا العنصر؟ ده فلز، مش احنا قلنا فلز؟ الفلزات بتكون اكاسيد ايه؟ هنقول له اكاسيد قاعديه، اللي هي اكاسيد فلزيه. اكاسيد ايه؟ فلزيه، ده نوع الاكسيد بس. خلاص كده بتكون المساله اتحلت بكل سهوله. طيب نكمل مع بعض. يجي يقول لي ايه؟ ماذا يحدث في الحاله المقابله مع التعليل وكتابه المعادله؟ بص معايا كده، هو هنا مديني ورقه عباد شمس حمراء مبلله بالماء، ورقه عباد شمس زرقاء مبلله بالماء، ورقه حمراء ورقه زرقاء، وهنا حاطط لي في الانبوبه غاز ثاني اكسيد الكربون. طب ثاني اكسيد الكربون ده يا مستر ده اكسيد حامضي، اكسيد ايه حامضي؟ طب الاكسيد الحامضي ده لما بحط فيه ورقه عباد شمس المفروض ان هو بيحمر، لو حطيت نقطه من سبقه عباد شمس يحمرها، المحلول يقلب باللون الاحمر. طب طالما حامضي يبقى اذا الورقه الحمراء لما احطها مش هيجرى لها حاجه، مش هتتاثر، لان هي كده كده اصلا بتقلب احمر. لكن مين اللي هيتاثر هنا؟ اللي هيتاثر هنا الورقه الزرقاء لما احطها هتقلب باللون الاحمر، يبقى هيتغير لونها للون الايه؟ الاحمر. يبقى اذا هنا هنقول له اللي هيحصل ان هي هتحمر لورقه عباد الشمس الزرقاء الى اللون الاحمر، لان غاز ثاني اكسيد الكربون لا فلز يذوب في الماء مكونا محاليل حمضيه. طيب والحمض اللي هيتكون هنا حمض الكربونيك طبعا زي ما احنا خدنا في المعادله، وبتبقى المعادله بالشكل ده كده. لما نيجي نكتب المعادله وبيقول لي مع التعليل ليه بتتحمر، هنقول له هيحمر لي ورقه عباد الشمس الزرقاء. ليه هيحمرها؟ قال لك لان ثاني اكسيد الكربون بيدوب في الماء مكونا محاليل حمضيه اللي هو حمض الكربونيك. كتابه المعادله اهي، ثاني اكسيد الكربون زائد ميه اللي هي H2O هيديني H2CO3، ده حمض الكربونيك. حمض الكربونيك ده بيحمر، لو حطينا فيه صبغة عباد الشمس ده محلول حمضي. محلول ايه؟ حمضي. يحمر صبغة عباد الشمس ورقة عباد الشمس الزرقاء. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي اخر حاجة، كيف تفرق بين اكسيد عنصر عدد الذرة 16 واكسيد عنصر اخر عدد الذرة 11. اول حاجة هنوزع ال 16 هتبقى 2 8 6. بص كده معايا، لما اجي اوزع ال 16 هلاقي كده، هلاقي ال 16 يا مستر لما احطها جوه النواة واجي اوزعها هتبقى 2 8 6 كي ال ام. طيب وال 11 احطها جوه النواة اهي ووزعها يبقى 2 8 1. طيب هنا اخر واحد يبقى انت نوعك فلز، وانت اخرك 6 يبقى انت نوعك لا فلز. كده انا عرفتك. طب طالما انت فلز يبقى انت اكسيد قاعدي صح، لان الاكاسيد الفلزيه الاكاسيد القاعديه، وطالما انت لا فلز يبقى انت اكسيد حامضي، لان اللا فلزات بتكون اكاسيد حامضيه. طيب بيقول لك بقى نفرق بينهم ازاي؟ قال لك باضافه نقطه من صبغه عباد الشمس، من صبغه عباد الايه؟ عباد الشمس البنفسجيه. بمجرد ما احط نقطه الاكسيد الحامضي اللي هو ال 16 ده هو هيتحول للون الاحمر، هيتحول للون الايه؟ الاحمر، لانه اكسيد حامضي. والازرق ده هو اللي هو ال 11 ده هو ده اكسيد قاعدي، هيتلون للون الازرق، هيتلون للون الايه؟ الازرق، لانه اكسيد قاعدي. اكسيد ايه؟ قاعدي. بس خلاص كده بنكون خلصنا المراجعة الأولى
على هذا الدرس. استنونا في حل باقي التدريبات. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.